التقرير اللي بعده حق وزاره حق بلديه البلديه عندنا تتطور. يقول شلون تتطور البلديه؟ انا اقول لكم العمال يقول لحق حق شركه التنظيف اعطونا مخمه دبر حالك اعطونا وموجود كله بالعقد. شو يسوي العامل البنغالي المسكين؟ يكسر النخل السعف هذا ويقعد ينظف. يعني هو قاعد ينظف يعني قاعد يودي هناك مره يقطون في منهول مجاري مره في منهول مياه امطار مره يم النخل يم ولا بشاطئ البحر حسب المكان. شوفوا والله انها طامه والله انها طامه بس اقول وين البلديه؟ البلديه يبي من يمسكها ويعدلها. سمعوا الحكي اعطوني التقرير. عامل النظافة يا ألطف العمال يا عامل النظافة يا ألطف العمال من قبل أن نفيد تنظف الطريق من قبل أن نفيد تنظف الطريق وتنشر الجمال يا عامل النظافة